أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، إنما يدعوني إلى طرح هذه الشواغل عليكم هو ثقتي فأن حوارنا اليوم لابد أن يخرج بخطوات تنفيذية واضحة نتوافق عليها جميعا تصل بنا إلى آليات وحلول ناجعة تدفعنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تحول الطاقة. من هذا المنطلق واتساقا مع مبدأ التنفيذ الذي نركز عليه في هذه القمة، اسمحوا لي أن أعلن من هنا عن مبادرة جديدة عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء، حيث يسعدني اليوم وبالشراكة مع فخامة السيد ألكسندر دكرور رئيس وزراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل الذي نصب إليه جميعا. ختاما، وفي ضوء هذه المائدة أن هذه المائدة تجمع بعض كبريات الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ورؤساء المنظمات والشركات العاملة في هذا القطاع، فأنني أتطلع إلى نقاش هادف ومثمر وبناء نستمع فيه إلى التوجهات والآراء المختلفة وتتعرف من خلاله على أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة، وأنني على ثقة أننا سنخرج اليوم أكثر فهما لطبيعة المسألة وأكثر وعيا بحجم العمل الذي يتعين علينا القيام به في هذا الإطار لتحقيق ما نطمح إليه. أشكركم وأتطلع إلى حديثنا الممتد.